الكاف يحدد موعد قرعة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. الليلة سحب قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022. ومواجهات مثيرة تشهدها الجولة السادسة من الدوري الممتاز. نشرة رياضية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أحد يومي 22 أو 26 من يناير المقبل كموعد لإقامة قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني بعد تصدر مجموعته. وستقام المباريات طبقا للائحة الاتحاد الأفريقي الصادرة في يوليو 2019 بإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف فرق أصحاب التصنيف الأول لقاء الإياب على ملاعبهم. على جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية للكاف على مقترح إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، والذي من المنتظر أن يناقش خلال المؤتمر العام الذي ينظمه الاتحاد الدولي الفيفا في 20 من ديسمبر المقبل. كما أعلن الكاف إقامة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية. ووافق الكاف على إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي بداية من الموسم المقبل. تجرى اليوم قرعة الملحق الأوروبي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك من أجل تحديد ثلاثة منتخبات تتأهل إلى المونديال. سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق الاثني عشر إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة. هذا وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، حيث تقام مباراتين في كل مجموعة ليتأهل الفائز منهم إلى المباراة النهائية والفائز يتأهل إلى المونديال، وهكذا في باقي المجموعات. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد خالد الناقد الرياضي. أستاذ محمد، أهلا بك في نشرتنا الرياضية. ما هي فرص مصر في التأهل للمونديال؟ في البداية برحب بحضرتك طبعا وكل مشاهدي قناة اكسترا نيوز. يمكن زي ما حضرتك قلتي ان الاتحاد الافريقي اعلن النهارده ان قرعة الدور النهائي لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم هتقام بين احد ايام 22 و26 يناير المقبل في الكاميرون. خلاص تم اعتماد مصر كأحد منتخبات التصنيف الثاني في قارة افريقيا، وبالتالي هتقابل احد منتخبات تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والسنغال، واحد من المنتخبات الخمسه دي. اكيد منتخبات قويه ومنتخبات كبيره جدا، لكن منتخب مصر هيفضل هو منتخب مصر، منتخب افضل منتخب في تاريخ قاره افريقيا، صاحب 7 تتويجات كاس الامم الافريقيه. لكن على الورق حاليا منتخب مصر لم يعد كالسابق، لسه في مرحله احلال وتجديد مع مدير فني جديد. نتمنى ان على شهر مارس يكون منتخب مصر قدر يثبت القوام الاساسي بتاعه قبل مواجهتين الدور النهائي، وسواء واجهنا احد المنتخبات الخمسه سواء منتخب عربي او منتخب واحد من منتخبات نيجيريا والسنغال، يكون منتخب مصر قدر يقف على رجله وقدر مستر كارلوس كيروش المدير الفني يعتمد او يستقر على القوام الاساسي اللي يقدر يخوض بيه المواجهتين دول. انا عن نفسي متفائل ان منتخب مصر يكون وصل للفورمه واللياقه اللي كيروش عايز يوصل لها. قدامنا وقت كبير جدا لحد شهر مارس، عندنا بطوله كاس العرب الجايه، كيروش هيقدر يعرف من خلالها امكانيات اللعيبه اللي في الدوري المحلي بشكل اكبر. بعد كده هندخل على كاس امم افريقيا، مع مباريات الدوري المحلي اللعيبه هتكون وصلت لفورمه اكبر ويكون وصلوا لمستوى اعلى من اللي احنا فيه دلوقتي ان شاء الله. طيب أستاذ محمد، بننتقل إلى قرعة الملحق الأوروبي التي بتقام اليوم، إيه المنتخبات الأقرب للتأهل للمونديال وحظوظ البرتغال وإيطاليا على وجه التحديد؟ في الحقيقة قرعة الملحق الأوروبي السنة دي هتشهد متابعة كبيرة جدا لتواجد منتخبات
كتير ما تأهلت، منتخبات كتير كبيرة ما تأهلتش لكأس العالم مباشرة، مثل منتخب البرتغال، منتخب إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية، ومنتخب السويد، ومنتخب بولندا. يمكن الملحق السنة دي هيقوم بنظام جديد عن طريق مشاركة 10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في مجموعاتهم في تصفيات أوروبا، بالإضافة لأفضل منتخبين ما قدروش يوصلوا للملحق أو للنهائيات مباشرة، أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية ومنتخبين النمسا والتشيك. التصفيات هتتقسم لست مواجهات بين 12 فريق، ست أصحاب المراكز الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي، بالإضافة للستة اللي هيجوا بعدهم. المباراة نصف هتكون عبارة عن مباراة واحدة نصف نهائي، هتقام على ملعب الفريق صاحب التصنيف الأعلى، مع تجنب مواجهة روسيا وأوكرانيا لأسباب سياسية. يمكن روسيا هيكون في التصنيف الأعلى من أوكرانيا، لكن القرعة هتتجنب مواجهة روسيا وأوكرانيا لأسباب سياسية. يمكن فرص المنتخبات الكبيرة زي البرتغال وإيطاليا هتكون كبيرة في التأهل لكأس العالم، باعتبار أن منتخبات التصنيف الثاني في القرعة هتكون أقل منهم فنيا. لكن قرعة كأس العالم أو الملحق تحديدا بتاع قارة أوروبا خلال السنين اللي فاتت عودنا أن في بعض الأوقات بيحصل مفاجآت، لكن أنا شايف أن فرص إيطاليا بما تضم إيطاليا من عناصر كبيرة وشخصية كبيرة في إيطاليا الفترة الأخيرة تحت قيادة روبرتو مانشيني، خصوصا بعد الفوز بلقب اليورو، والبرتغال مع كريستيانو رونالدو، إضافة لمنتخبات السويد وهولندا مع زلاتان إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي كبيرة إن شاء الله في التأهل لكأس العالم. يمكن أعتقد أن كأس العالم السنة دي هيشهد مشاركة العديد من المنتخبات الكبرى في كل القارات، ونتمنى الخير طبعا الأول أو في الآخر لمنتخب مصر، ويكون أحد المتأهلين لمونديال قطر 22 إن شاء الله. إذن الناقد الرياضي محمد خالد، شكرا جزيلا. شهدت منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز العديد من المباريات النارية، والتي نجح خلالها الأهلي في تعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة. المزيد في التقرير التالي. مواجهات مثيرة شهدتها الجولة السادسة من الدوري الممتاز، حيث واصل الأهلي صدارته للمسابقة بفوزه على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد السلام. رباعية الأهلي جاءت عن طريق أيمن أشرف في الدقيقة 31، وبيرسي تاو في الدقيقتين 35 و80، وحسين الشحات في الدقيقة 67. بينما أحرز محمد متولي كناريا هدف سموح الوحيد في الدقيقة 66. الفوز السادس على التوالي رفع رصيد الأهلي إلى 18 نقطة، في حين توقف رصيد سموحة عند 6 نقاط. وعلى استاد المقاولين العرب فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، هدف اللقاء الوحيد أحرزه مصطفى فتحي في الدقيقة 40، ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط. وعلى استاد الإسكندرية حقق فريق فاركو انتصاره الثالث على التوالي بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز. تقدم فاركو عبر أحمد عوض في الدقيقة 26، وتعادل كريم الديب للفريق السكندري في الدقيقة 45، بينما تكفل عمرو جمال لإحراز هدف الفوز لفاركو في الدقيقة 86، وبذلك رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط. يواجه فريق الإسماعيلي ضيفه غزل المحلة في 5:30 مساء اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الدراويش اللقاء بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الأهلي في نفس الجولة.
اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الأهلي لانتخاب إدارة جديدة، وشهد النادي في مقره الرئيسي بالجزيرة حضورا كثيفا من الأعضاء اليوم مع فتح باب التصويت لاختيار مجلس إدارة يقود النادي خلال السنوات الأربع القادمة. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وبدأت عملية التصويت للأعضاء التي ستستمر حتى 7 من مساء اليوم، على أن تبدأ بعدها مباشرة عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتائج. فاز ريفر بليت 4-0 على ضيفه ريسينج ليكرز ليحرز لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم قبل 3 جولات من النهاية، ويحقق اللقب المحلي الوحيد الذي كان ينقصه مع المدرب مارسيلو غاياردو. هذا هو اللقب 36 للنادي في الدوري، و13 مع المدرب غاياردو في فترته الممتدة ل7 أعوام ونصف العام. تغلب باير ليفركوزن الألماني على ضيفه سلتك الإسكتلندي 3-2 لحساب الجولة 5 من منافسات المجموعة 7 بالدوري الأوروبي. سجل روبرت أندريتش 2 للفريق الألماني في الدقيقتين 16 و82، وأحرز موسى ديابي هدف الفوز في الدقيقة 87، بينما أحرز هدفي سلتك جوسيف يورانوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وخوتا في الدقيقة 56. بلغ ويست هام يونايتد الإنجليزي دور 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد تغلبه على مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 5 لحساب المجموعة 8. هدف ويست هام جاء في الدقيقتين 40 و45 عبر أندري يارمولينكو ومارك نوبل على الترتيب، ورفع الفوز رصيد ويست هام إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند 3 نقاط في ذيل الترتيب. ولحساب منافسات المجموعة 5 تأهل جالاتا سراي التركي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على مارسيليا الفرنسي 4-2، ورفع الفريق التركي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد مارسيليا عند 4 نقاط بالمركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر. وفي المجموعة 5 أيضا تغلب لاتسيو الإيطالي بثلاثية نظيفة على لوكوموتيف موسكو ليحسم تذكرة العبور لدور 16. أحرز الفريق الإيطالي 2 من ركلتي جزاء سجلهما تشيرو إمبولي في الدقيقتين 56 و63، وأضاف بيدرو رودريغيز الهدف 3 في الدقيقة 87. الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل لوكوموتيف المركز الأخير بنقطتين. أحيت عائلة دييغو مارادونا الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية بالكشف عن آخر أمنياته، وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته. ودفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينوس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله. المزيد في هذا التقرير. أسطورة دخلت قلوب الملايين، ورحيله ولد حزنا في جميع أنحاء العالم. الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم والذي أثار جدلا خارج حدود الملاعب، ولد في 30 أكتوبر 1960 في حي فقير في ضواحي العاصمة الأرجنتينية، وكان رمزا للكثيرين في الأرجنتين وحول العالم. مارادونا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم عام 1986 شارك في 4 نسخ للمونديال، سجل خلالها 34 هدفا في 91 مباراة دولية. مسيرته الدولية الناجحة لم تكن صدفة، فمارادونا كان بطلا في نابولي بإيطاليا حيث ساهم في قيادة الفريق الصغير للتتويج محليا وأوروبيا. وإحياء لذكراه، قرر نادي نابولي ارتداء قميص خاص يحمل صورته يخوض به 3 مباريات خلال الشهر الجاري. الأسطوري مارادونا
هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم حطم الرقم القياسي العالمي مرتين لأسعار انتقال اللاعبين بين الأندية، الأولى من بوكا جونيور الأرجنتيني إلى برشلونة الإسباني، والثانية عند انتقاله لنادي نابولي. تميز مارادونا بقدرته على التحكم في الكرة التي تبدو وكأنها قد التصقت بقدميه، وعقب رحيله تخلدت ذكراه بالعديد من اللوحات الجدارية والتماثيل. أما عن التنس فقد أعلن الاتحاد الإسباني للتنس في بيان أن كارلوس ألكاراز سيغيب عن صفوف الفريق الإسباني في كأس ديفيز بعد إصابته بكورونا. وفاز ألكاراز الذي استمتع بعام رائع في بطولات المحترفين بأول ألقابه في كرواتيا المفتوحة في يوليو قبل أن يصبح أول إسباني يفوز بالبطولة الختامية لموسم التنس للاعبين الشبان في ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري. وتفتقد إسبانيا بالفعل رافائيل نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بسبب إصابة في القدم. أعلن لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق مارك جيسل أنه سيلعب مع النادي الذي أسسه في دوري الدرجة الثانية لكرة السلة الإسبانية، وقال وهو البالغ من العمر 36 عاما إنه سيلعب حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر ما إذا كان سيعتزل أم لا. قلب فريق جولدن ستيت ووريرز تأخره بفارق 19 نقطة في النصف الأول إلى فوز مثير ب 116 مقابل 96 على فيلادلفيا ضمن فعاليات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. ونجح ووريرز للمرة الثانية هذا الموسم في الفوز بفارق 20 نقطة على الأقل بعد تأخره بفارق 10 نقاط أو أكثر ليحقق فوزه 15 من بينها 9 انتصارات متتالية على ملعبه مقابل هزيمتين فقط. He's fine being patient with games out of the rotation. He knows how lucky he is to have this opportunity as Wiggins has a chance for three. The Golden State show continues. Once they get their guys back, Philly's going to start ascending to their rightful place among the top of the East. So it's going to be, you know, it's going to be an interesting year come down the end of this stretch as you see Jordan Poole get another in one. تعافى فلوريدا بانثرز عن تأخره ليفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه فيلادلفيا فلايرز بعد وقت إضافي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، ورفع بانثرز رصيده إلى 31 نقطة في صدارة مجموعة الأطلنطي، بينما بقي فلايرز في المركز السادس في مجموعته وله 20 نقطة. Sweet hands lead. He just flips that puck. He had to flex off the defenseman and bounces off of Bennett and into the goalie paraphernalia of Martin Jones. And then Couturier comes out to take the face off for Philadelphia. And Huberdeau's got it at the net. He's trying to tee it up and jam it in. He couldn't do it. He sets up Ekblad for a shot that goes wide. Konechny stolen away by Bennett. So hard on that puck. Here comes Huberdeau. Ekblad has a stride on Couturier. Huberdeau waits and shoots, and Jones makes the save. Huberdeau gets it right back. إلى هنا نختتم نشرتنا الرياضية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.